يا جماعة أخيراً نزل ألبوم عمرو دياب. والله؟ بس خلاص. وبعدين؟ والخبر؟ يعني ما في داعي خلاص نزل ألبوم عمرو دياب، الاسم الألبوم سهران، الناس كلها كانت سهرانة تنتظر هذا الألبوم، غير أنه هو ترند على السوشيال ميديا، ترند في كل المواقع، الألبوم روعة. عمرو دياب ما ينزل شيء يعني إلا ما يكون ترند، والأغاني اللي فيه كل واحدة أحلى من الثانية. عن جد في كلام زيادة أزيد؟ أنا حبيت المختصر المفيد يعني جابت نزل ألبوم عمرو دياب يعني كسر الدنيا. أنا أقول لك بقى حاجة بجد، يعني أنا بتكلم عن إحنا وإحنا صغيرين اتربينا إزاي على مزيكة عمرو دياب. مش قوي صغيرين. لا أنا قصدي هقول لك يعني إحنا مع ألبومات عمرو دياب بالذات أنت بتلاقي الشارع المصري كله بيهزر. لا صبحي مراهقين كبار صغيرين، وانس عرفنا انه في اغنيه او البوم هينزل عمرو دياب مش بهزر، الناس بتبقى بتلف في البلد كلها عايزه تعرف ممكن تجيب السي دي منين، مين نزل الاغنيه، لو حتى اتسربت فين عشان نلحق نسمعها. يعني احنا هذا الموضوع بشكل كبير جدا. فاحنا بالنسبه لنا عمرو دياب يعني شوفي عمرو دياب الهضبه في العالم كله، بس بالتحديد بالنسبه للمصريين ليه طعم تاني، ليه حاجه تانية، ما بننامش من وراه ده بجد يعني. طيب هو سحركم يعني؟ ايوه بالفعل يا جماعه، عن جد نزل البوم عمرو دياب الجديد سهران، وبعد ساعات قليلة من نزوله كان ترند على تويتر بمصر، وكان في مفاجأة لكل الناس إنه كان من ناحية الأغاني والشعراء والملحنين وكل اللي تعامل معهم عمر، لأنه كان في تكتم كتير كبير على تفاصيل الألبوم. حتى أنه أحد المتابعين مبارح من اللي كانوا منتظرين نزول الألبوم قال أنه مثل عادته عمر بيرسم خطة دايما لكل عمل جديد بينزله والكل بيمشي عليها. يعني حتى الشعراء والملحنين أساسا ما كانوا عارفين أنه أغانيهم رح تنزل بهذا الألبوم ولا لا، يعني مثلهم مثل الجمهور يعني. مفاجأة كان هذا طبعا حركة صراحة حلوة. مفاجأة بيعمل مفاجأة لكل الناس. وطبعا كمان الألبوم ما فيش حد ما تكلم مش عليه من امبارح من وقت ما نزل، حتى كمان زي ما قلت لكم من قبل ما ينزل والناس كلها والنجوم بيتفاعلوا دايما معاه، وشفنا طبعا بطريقه فاني بعض من النجوم والفانز اتفاعلوا معاه. كان منهم محمد هنيدي اللي كان قاعد سهران على تويتر طول الليل مستني نزول الالبوم، وكمان من ردود الافعال الفاني اللي شفناها برضو واحد من المتابعين كتب ان الالبوم جاي ومعاه شريط بانادول هديه تحسبا لو جالك صداع من كتر العظمه اللي في الالبوم. دخلت واحده عملت كلنا قمنا وقلنا مين حبيت حبيت حبيت. على فكره كثير انا اندمجت، فكرت يعني موفي كل اللقطات من الموفيز المختلفه لايقه مع السيناريو. عمرك ما احلى شيء واحده حلوه. لا يعني انا كنت تبع جانا البيان التالي. لا على فكره يعني مش طبيعي كيف كميه التفاعل، وعلى فكره شفنا انه انتشرت كثير من الميمز على موضوع انتظار الالبوم، المتابعين كل شويه يسووا ابديت على توقيت النزول اللي كان بالتحديد الساعه 4 الفجر بتوقيت القاهره. اخيرا لما نزل الالبوم في واحد من المتابعين نشر صوره للحظه اللي رفع فيها الالبوم وعلق عليها اجهزوا الهضبه جاي. وعلى فكره عمرو دياب والتيم اللي بيشتغلوا معه الليله الماضيه ما ناموا على فكره. أكيد. كانوا بالاستديو عم بيسجلوا لاخر لحظه، وكمان شفنا عمرو نزل صوره على تويتر بيظهر فيها مع فريق العمل وعلق عليها بليله نزول البوم سهران شغلي لاخر لحظه. طبعا هذا الشغل والتعب ما راح يضيعان، لانه التفاعل اللي صار من بعد نزول الألبوم على السوشيال ميديا كان أكبر من قبل وبعده مستمر لحد الآن. وألبوم سهران اللي سهر كل الناس امبارح وإحنا كمان كنا منهم، كان منهم الشاعر تامر حسين اللي نزل بوستر الألبوم على صفحته في إنستغرام علشان يحمس الجمهور. والألبوم طبعا بيتضمن الأغاني اللي هو كتبهم، ومن بينهم أغنية سهران اللي هي عنوان الألبوم، وكمان أغنية هيعيش يفتكرني، وأغنية جامدة بس، ومكانك في قلبي، وقدام مرايتها، ويوم ثلاث. يعني تقريبا تامر واخد حصة الأسد الكبيرة كلها من الألبوم. وفي مفاجأة تانية كمان حلوة قوي في الألبوم، وهي أنه عمرو دياب اشترك بأغنية مع بنته جنى اللي غنت فيها بالإنجليزي، والأغنية كمان من ألحانها بالاشتراك مع بلال سرور ومن كلمات شادي نور، والأغنية بعنوان جميلة.